أعزائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غادي نتناول واحد ظاهرة التي تحوز في النفس، عندها واحد الأثر سيء على نفسية الناس وخاصة الشباب. غادي نتكلموا على ظاهرة التكلم بسوء عن الوطن. تنسمعوا بزاف ديال الجمل ديال ما كاينش معامل أو هاد البلاد ما عطاتش إلى آخره، وما تنشوفوش الواقع ديالها على الناس وخاصة الشباب. تنقول أنا من العيب والعار أنه إنسان يتكلم بسوء على البلد ديالو بهذا الشكل، لأنه هذا البلد تولتي فيه ونشأتي فيه واستفدتي من الخيرات ديالو، وأهمها أنك عايش الحمد لله باستقرار وأمان. فخصنا نتعودوا على الامتنان بشكل عام، وأننا نشوف الجوانب الإيجابية اللي كينا، مش فقط السلبية، فأي حاجة فيها الإيجابي والسلبي طبعا، لكن نعودوا رأسنا ونعودوا عينينا تشوف المزيانة، ونعودوا ودنينا تسمع المزيانة، ونعودوا الإدراك ديالنا أنه يفهمنا الحاجة المزيانة. هذه الطريقة هي اللي غادي تعاوننا باش نزيدوا القدام. ما تنسوش أن حب الوطن هو أيضا من الإيمان، وما تنسوش أيضا أن عاداتنا تتأثر على سلوكنا، وسلوكك يحدد قدرك.